بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أعزائي الطلبات، طلبة الصف الثالث الثانوي، معكم مستر فرحان عطية من قناة فري اديوكيشن. ده إجابة تمارين كتاب المدرسة مع المراجعة النهائية لمادة الديناميكا الرياضيات التطبيقية. عشان مضيعش وقتكم، ممكن توقف الفيديو او تقدم الفيديو عشان تتابع معايا، ولو مستعجل اكتر رابط الفيديو موجود بشكل PDF اسفل الفيديو في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم.
متنسوش الاشتراك في القناة بقى والإعجاب بالفيديو والتعليق أسفل الفيديو ومشاركة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.